مساء الخير، الحلقة 46 من مسلسل لعبة حب. بتبتدي الحلقة بفريدة وهي بتبص على سلطان وهو بيهزر مع نينا، وكانت عمالة تبص له وتبعت له نظرات حب كده. مايا ورامي كانوا بيتكلموا على مالك، ورامي كان بيشتكي لها ان مالك دايما بيختلف معاه، وكان عمال يقنع مايا ان هو مش عايز يضيع الفرصة دي. سما بقى بما ان هي لسه متعلمة الرسم جديد، فكانت عمالة ترسم مالك. كانت قاعدة في مكتبها وعمالة تبص عليه وترسمه، وفجأة بصت في مكتبه ما لقيتوش، لقيته فوق دماغها. واول ما شافته ارتبكت جدا، وقالت له ان هي كان عندها شوية وقت فبتتدرب على الرسم، وهو كمان قال لها ان هو عنده فراغ، وكان في اجتماع طلب منها ان هي تلغيه، وقال لها ان هو متضايق جدا علشان الخلاف اللي ما بينه وما بين رامي، وطلب منها ان هي تقعد جنبه علشان يعلمها درس ما تنساهوش بالنسبه للرسم يعني. سما كانت مستغربه جدا منه بالنسبه للثبات اللي هو فيه. سما قالت له انت ليه ما عصبتش عليا؟ ليه ما اتخانقتش معايا؟ انا لو منك اكيد كنت هتعصب. بس هو قطع كلامها وقال لها انا لسه متضايق منك سما، لانك جرحتيني كتير، وان هو مش قادر يعمل معاها حاجه. رامي وسلطان كانوا قاعدين مع بعض، وسلطان كان بيسأل رامي هو عامل ايه من غير سما. رامي قال له ان هو مش متقبل فكرة ان هي مش هتكون معاه، وفكرة ان كل يوم اشوفها وفي نفس الشغل دي صعبة عليا جدا، وان هو دايما يقول لنفسه ان الحياة فيها مكسب وفيها خسارة. مالك بقى كان لسه بيعلم سما الرسم، وكان بيعلمها تفاصيل دقيقة جدا في الرسم، ومالك قاعد يوصلها كتير كده جدا، وقاعد يفتكر لما كانوا سوا مع بعض. وبعد كده استأذن منها وقام. سيرين وسما ومايا ومالك ورامي وجبران كانوا بيلعبوا مع بعض لعبة، انا بعتذر ان انا بقول كده بس هما كانوا بيلعبوا قمار مع بعض، ومالك كسب في اول دور وتاني دور، المفترض ان جبران اللي كسب، بس مالك قال له ان انت غشاش وان عمرك ما لعبت لعبه وكسبت فيها صح، وانه دايما بيكسب بطرق غير مشروعه. بس الغريب في الموضوع بقى ان رامي اتنرفز جدا، وقعد يقول لمالك هو انت ليه مش شايف حد غير نفسك؟ ومالك قال له هو انت بتوقف مع جبران ضدي؟ وكل اللي قاعدين سالوا رامي هو انت في صف مين؟ سيرين ونينا وسما ومايا، وقعدوا يقولوا له هو انت واقف مع جبران ضد مالك؟ بس هو في الحقيقه طلع حلم في الاخر. لا، هو مطلعش حلم، هو كان كابوس، كان كابوس مفزع جدا لرامي. عمه أديب بقى كان بيسأل على مايا، وكان بيقول لفريدة ازاي مايا تيجي البلد وما تجيش تزورني اول واحد، وقال لها كمان الحق مش عليها، الحق على اهلها اللي معرفوش يربوها. وطبعا فريدة كانت بتلطف الجو، وقعدت تقوله لا ده هي مشتقلة كتير جدا، بس هي مشغوله بس في شويه حاجات. وعمه اديب بقى كان بيسال فريدة وبيقول لها انت مالك؟ قالت له مفيش، بس هو بصلها كده قال لها فريدة مالك في ايه؟ قالت له طبعا وهي منهارة ان سلطان سابها. طبعا عم اديب كان مستغرب جدا، وهي قعدت تعيط جنبه، وقرب عليها كده وخدها في حضنه وقال لها اسمعيني شويه، كل المتجوزين بيحصل ما بينهم خلافات، لكن مع الوقت بتنحل، وبالتحديد يعني اذا كانوا اتنين بيحبوا بعض زيك انت وسلطان. فريدة قالت له يا عمي سلطان مش عايز يرجع وما بقاش بيحبني. قال لها لا هيرجع، بس اذا كان عندك مشكله لازم تحليها وتستفادي منها علشان يرجع. وقعد يديها شويه طاقه ايجابيه كده علشان تفوق شويه، وقال لها فوقي لي كده شويه علشان عايزه اتكلم معاكي في موضوع مهم. فريده بصت له كده وقالت له ايه يا عمي هو انت هتتجوز؟ وراحت مزغرطه، لكن فريده تهربت منه وقامت علشان تعمل له قهوه. نينا بقى راحت لمالك المكتب، كانت بتكلمه على الشغل، بعدها سالها عن الكتاب اللي كانت واخداه منه. سما في الوقت ده دخلت، ونينا كانت بتطلع كتاب من الشنطه، ونينا كانت بتقول له انا اول مره اعرف انك مهتم بالكتب بتاعتك كده، لاننا كنا بنستلف كتب من بعض كتير قوي وما كنتش بتخاف عليها كده. طبعا سما كانت فرحانه بالكلام ده جدا، وكانت مبتسمه وبتقول لمالك في ورق المفروض انك تمضي. نينا قامت استأذنت وخرجت، وبعد ما مالك خلص امضى على الورق قال لسما عايزه حاجه تاني؟ قالت له بابتسامه انا مش عايزه احسن من كده، وسابته وخرجت. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناه، تفعيل جرس التنبيهات. مع السلامه.